السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. في الحلقة الماضية تحدثنا عن صحة التوقيع وصحة التعاقد، دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد، أو صحة ونفاذ. ما صحة التعاقد يعني صحة ونفاذ، وقلنا الفرق بينهم في إن دعوى صحة التوقيع القاضي اللي بينظرها ما بينظرش لفحوى هذه الورقة، هو قدامه محرر عرفي، هذا المحرر العرفي يعني ورقة عرفية، سواء كان عقد بيع زي عقد بيع شقة أو عقد بيع سيارة أو أي، أو عقد بيع أرض، عقد بيع أو عقد رهن، إيصال استلام فلوس، أو عقد زواج عرفي، أو أياً كان، فبيطلق عليه مستند عرفي أو ورقة عرفية. هذه الورقة العرفية في دعوى صحة التوقيع المحكمة هنا بتتحقق في عما إذا كان من وقع هذه الورقة توقيع سليم عليها من عدمه، دون بحث فحوى هذه الورقة ودون بحث أو التعرض لموضوع هذه الورقة. يعني في دعوى صحة التوقيع المحكمة ما بتشوفش البيع بتاع الأرض ده في عقد البيع سليم ولا لأ، ما بتشوفش دي بيع السارة سليم ولا لأ، ما بتشوفش الرهن ده سليم ولا لأ، ما بتبحثش صلب الورقة العرفية وموضوع الورقة العرفية، وإنما بيقتصر دور المحكمة هنا على التحقق عما إذا كان التوقيع المزيل به هذه الورقة العرفية أو هذا المسند العرفي هو منسوب لمن وقعه عدم. يعني اللي بيرفع عليه دعوى صحة التوقيع زي البائع اللي بيبيع بيت أو بيبيع أرض لمشتري، المشتري ده بياخد العقد وبيرفع دعوى صحة التوقيع على هذا البائع عشان بس ياخد حكم من المحكمة بصحة توقيع هذا البائع على هذا العقد. السبيل الوحيد للبائع إنه يجي يطعن بتزوير هذا العقد ويقول ده مش توقيعي، لكن دون أن تبحث المحكمة موضوع هذا البيع وعما إذا كان هذا البيع سليم من عدم. الوضع مختلف في دعوى صحة ونفاذ. في صحة ونفاذ احنا قلنا ان ليها اجراءات حددها القانون، انت بترفع دعوى صحة ونفاذ على عقد بيع بيت او ارض او شقة او اعقار او ايا كان، هذا العقد انت بترفع هذه الدعوى في المحكمة وبتاخد عريضة الدعوى، بتعمل لها اشهار في الشهر العقاري اسمه اشهار عريضة دعوى صحة ونفاذ، له إجراءات. الإشهار ده بتروح بالعريضة بعد ما تاخد منها صورة رسمية وترفعها، بتروح الشهر العقاري وبتعمل إجراءات إشهار هذه العريضة، وبعد العريضة ما بتشهر أنت بترجع تقدمها للمحكمة أثناء تداول دعوى صحة ونفاذ عشان تتحصل في الآخر على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد. يبقى في دعوى صحة ونفاذ المحكمة هنا بتبحث موضوع الورقة العرفية أو موضوع عقد البيع، اللي هو إذا كان بيع سيارة ولا بيع أرض ولا بيع عقار شقة ولا أيا كان، هي بتبحث الموضوع هنا وبتبص لصلب فحوى الورقة العرفية وبتشوف إذا كان صحيح ولا لا، وبتتحقق الإجراءات اللي أوجبها القانون للوصول لحكم بصحة ونفاذ عقد البيع. يبقى الفرق بين صحة التوقيع هو الاقتصار من المحكمة على التحقق من مدى التوقيع على هذا المستند العرفي، أما في دعوى صحة ونفاذ المحكمة بتبحث موضوع المستند العرفي. النهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، وربما أنا جالي بيه يعني اتصالات وتساؤلات من ناس كتير، وهي مشكلة الحقيقة يعني بتقابلنا في الحياة العملية القانونية، ألا وهي الأحكام الغيابية. الأحكام الغيابية دي طبق القانون هو حكم صدر بناء على دعوة اتعملت أو قضية اتعملت في المحكمة، سواء كانت هذه القضية دعوة مدنية أو دعوة جنائية يعني جنحة أو جناية أو أيا كان، أو حتى محضر مخالفة، وبيجي بعد كده القضاء أو القاضي بينظر هذه الأوراق في غيبة المتهم، والمتهم لا يعلم، أو المدعي عليه اللي بترفع عليه الدعوة المدنية لا يعلم، ويصدر حكم ويفاجأ بعد كده إنه هو صدر ضده حكم دون أن يعلم ودون أن يمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ويقدم دفوعه ودفاعه ودعوة يكون ما يعرفش عنها أي حاجة ويفاجأ بحكم غيابي.
أنا جالي من أحد السادة المتجاوبين مع البرنامج ومشاهديه أنه تعرض لموقف أنه هو فوجئ بعد مشكلة أو خناقة حصلت بينه وبين أحد الأشخاص. هذا الشخص راح حرر ضده محضر، حرر ضده محضر وفات على الموضوع بتاع حوالي 6-7-8 شهور، وفوجئ برجال تنفيذ الأحكام من وحدة القسم جايين له بيقولوا أنت عليك حكم غيابي 3 شهور. كان بالنسبة له مفاجأة أن هذا الحكم صدر إمتى. طب أنا لا جالي من القسم أي استدعاء ولا جالي من النيابة أي استدعاء، وإزاي أنا ما أعرفش حاجة عن المحضر ده أو عن القضية دي وتترك إلى أن يصدر فيها حكم غيابي، وبالتالي أنا أعمل إيه وأتصرف إزاي في المشكلة دي؟ طبعا هو ما كانش موجود في البيت، وإلا كان ربما رجال التنفيذ قبضوا عليه، ولكن علم لما جاء رجال التنفيذ البيت عنده من أفراد أسرته إن أخطروهم إنه عليه حكم حبس 3 شهور غيابي. طيب، تبقى القانون الأحكام الغيابية. الأول قبل ما نتكلم عن كيفية الخلاص منها أو الطعن عليها، إحنا هنتكلم ممكن إزاي يفاجأ أي حد فينا إن عليه حكم غيابي في أي دعوة ترفع عليه في غيبته ولا يعرف عنها حاجة، ويبص ويفاجأ بإزاي حكم الغيابي صدر عليه. أولاً، إحنا نعلم تماماً أن إقسام الشرطة هي جهة تلقي بلاغات. من حق أي مواطن يخش قسم الشرطة في أي وقت ويقول البلاغ اللي هو عايزه، اللي هو المحضر، يعمل المحضر اللي هو عايزه. ده بيسموه محضر جمع الاستدلالات. أنا أخش القسم أشتكي سين من الناس، أدعي عليه أي ادعاء، والمحضر ده لما بيروح النيابة، هي النيابة هنا بتتحقق من مدى جدية هذا البلاغ، وعما إذا كان هذا البلاغ فيه أسانيد بتدعمه ولا مجرد قول من الشاكي اللي حرر المحضر، والنيابة بتحقق هذا المحضر وبتشوف. عما إذا كان هذا المحضر أو هذا البلاغ يشكل جريمة مجرمة في القانون من عدمه، أو إذا كان لا يشكل جريمة فمصيره الحفظ، بيتحفظ بعد ما يعرض على النيابة. لكن على سبيل المثال، مثلا لو واحد عمل واحد محضر شيك بدون رصيد، أو عمل له محضر إيصال أمانة، أو عمل له محضر ضرب بتقرير طبي، لما بيروح المحضر ده النيابة، النيابة بتشوف ده في القانون في تكييف قانوني لجنحة خيانة الأمانة، إذن فمحضر إيصال الأمانة يكيف على إنه جنحة خيانة أمانة. لما بتشوف جنحة شيك، بلاغ من واحد ضد آخر بيقول أنا تشيك من واحد، أو واحد داني شيك واتضح أن الشيك بدون رصيد وحررت هذا المحضر، بتشوف جنحة الشيك في القانون هي جنحة نصب، وبالتالي يكيف قانونا كجنحة نصب. لما بتشوف محضر ضرب مرفق به تقرير طبي في إصابات بالشاكي، هو عمل تقرير طبي، ده يشكل جنحة ضرب بسيط ومرفق به تقرير طبي. دول بيعتبروا جرائم في القانون. هنا النيابة بتعمل حاجة مهمة جدا في غياب المشكوك في حقي، ألا وهو بعتله في قلم اسمه قلم الاستيفاء داخل النيابات الجزئية، بيبعت طلب حضور المشكوك في حقه عشان يجي يرد على هذا الادعاء أو هذا المحضر. ربما أنا طلب استدعاء النيابة ما بيوصلش للمشكوك في حقه، أو لا يعلم عنه شيء، راح في البريد، جه مثلا عشان يعلنه لقى المسكن مغلق، ما يعرفش عنه حاجة، فبيتعظد على النيابة إنها توصل للمشكو في حقه عشان يجي يرد على بلاغ المعمول ضده أو على الشكوى اللي معمولة ضده. هنا النيابة بتتصرف في هذا المحضر بإن تنزله جلسة تبقى للقانون وتحيل المتهم فيه أو المشكو في حقه، بتوجه له اتهام طبعا إنه هو حرر شيك بدون رصيد، أو حرر إيصال أمانة يبقى هو خان الأمانة، متهم بخيانة الأمانة، أو حرر أو محضر الضرب اللي عليه هو متهم في جنحة ضرب. بتكلم على القضايا والجنح الشائعة، شيك، إيصال الأمانة، جنحة الضرب، دي الحاجات الأكثر شيوعا واللي بتقابلنا دايما. بينزل المحضر ده بعد تعليمات النيابة وإحالة هذا المحضر للمحاكمة الجنائية، بينزل جلسة. المحكمة طبعا بيتحدد جلسة بتنظر القضية في غيبة المتهم، والمتهم يعلم شيء، وبالتالي تبقى القانون بيصدر حكم غيابي ضد هذا المتهم.
بيفاجأ بعد كده تنفيذ الأحكام جايين يقولوا عليك حكم غيابي وأنا في قضية ما أعرفش عنها أي حاجة. طيب ده فيما يتعلق جنائيا في الجنح واللي بيحصل فيها من المحاضر البسيطة اللي أنا قلت عليها. طيب فيما يتعلق جنائيا ضوء في الجينات، ربما النيابة أثناء التحقيق في جناية، الجناية زي القتل، سرقة بالإكراه، قضايا المخدرات، قضايا التزوير والتزييف وترويج العملة، كلها مسميات لقضايا جنائية كبيرة. معنا اتصال؟ فتحية تفضلي. ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. إزاي حضرتك يا سعادة الباشا؟ أهلا وسهلا بيك، تفضلي. أيوة معاك. معلش حضرتك أنا عندي مشكلة. خير إن شاء الله. ماشي، أنا عندي ولد عندي 28 سنة. طب ممكن وطي التلفزيون بس عشان أسمعك كويس؟ ماشي أهو. اتفضلي. المهم في هو قاعد فرح مني، ففي مخبر فرح منه للضبيه. عشان عايز منه كده. فنصب له تهمة وخده، ودلوقتي هو محجوز على لازم الضبيه واخد 15 يوم استمرار. ثواني كده، مخبر لف قضية لمين؟ لابنك. ايه القضيه دي؟ نوع القضيه اسمها ايه؟ عمل له جبريت سلاح وطلقه وثلاث تذاكر بودره. سلاح وثلاث تذاكر بودره. ودلوقتي هو واخد 15 يوم استمرار، وفي جلسه هتنزل يوم السبت الجاي باذن الله. جلسه تجديد حبس يوم السبت. يوم السبت. هو طلع اصلا من الـ من الـ من المحكمه الضابط طلعه، فالوكيل النيابه اعترض على حكم الضابط. تمام فهمت. فهو خد 15 يوم استمرار، واخر 15 يوم ان شاء الله يوم السبت الجاي. بس ثلاثة بالله العظيم ابن عمل اي حاجه. طيب انت بتسالي ايه اللي هيحصل يعني، وايه اللي هيتم في قضيه زي كده يعني؟ مش عارفه، انا بدي اشوف الباشا هيقول لي ايه. حاضر حاضر هرد عليكي. حاضر. الاخت فتحيه ابنها حسب كلامها تم اتهامه في قضية سلاح وثلاث تذاكر بودرة، حيازة أو إحراز بقى أيا كان، ثلاث تذاكر بودرة دي تكيف في القانون جناية، والجناية هي اللي عقوبتها بتبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد، ويخضع تقدير العقوبة فيها للقاضي، كل قضية وظروفها، وله حد أدنى وحد أقصى، وله حرية تكوين العقيدة. هي قضية إحراز سلاح وثلاث تذاكر بودرة. طبعا أثناء الحبس الاحتياطي، هو دلوقتي رهن الحبس الاحتياطي. يعني إيه حبس احتياطي؟ يعني بتنظر أوراق تجديد حبسه من آن لآخر على فترات حددها القانون، عشان المحكمة تقرر هنا عما إذا كان تخلي سبيله بكفالة على ذمة القضية، ولا يستمر حبسه مدة أخرى. فهو خد 15 يوم، واللي فهم من كلامها إن هو تم إخلاء سبيله من النيابة، ولكن من القاضي اللي هو نظر التجديد، ولكن النيابة اعترضت على قرار إخلاء السبيل أو استأنفته، وبالتالي اتجدد له 15 يوم تاني، ومعاده أنه هو يوم السبت ينظر أمر تجديد حبسه من عدم. طيب الأخت فتحية دي إجراءات متعارف عليها، وهو ده القانون في من يتهم في جناية. من يتهم في جناية بيتعرض على النيابة العامة، بيتحقق معاه، بياخد في الأول 4 أيام وبعد على ذمة التحقيق، وبعد كده بيعرض على قاضي اسمه قاضي المعارضات، بيديله 15 يوم، وفي كل تجديد بيبقى فيه احتمال من 2، يا إما يتجدد له المدة القانونية المسموح بيها، يا إما يخلى سبيله على ذمة القضية. ولكن لما بيخلى سبيله تبقى القانون من حق النيابة إنها تستأنف قرار إخلاء السبيل. وكذلك المتهم، لما المتهم بيتجدد حبسه وياخد 15 يوم، من حقه قانونا ان يستأنف قرار حبسه 15 يوم. كل دي يا اخت فتحيه اجراءات بيمر بها القانون وبتمر بها القضيه، طبيعيه جدا. المهم ان موضوع القضيه في الاخر يتبين عم اذا كان ابنك مدان ولا بريء، والمتهم بريء الى ان تثبت ادانته. دي اجراءات تحقيق، ودي سلطات النيابه. والحبس الاحتياطي ده مقرر قانونا في الجنايات اللي زي كده، فيتجدد حبسه أو يخلى سبيله ده أمر مطروق تقديره للمحكمة اللي بتنظر أوراق، هي تخلي سبيل أو تحبس على ذمة القضية. الأهم من إجراءات حبس
الاحتياطي او اجراءات التحفظ على المتهم هو ان يجي في موضوع القضيه يكون بريء. موضوع القضيه يعني القضيه بعد ما ينتهي فيها التحقيقات خالص، انا بفهمك اهو، هو اتحبس على ذمه القضيه، ومش معنى ان محبوس على ذمه القضيه ان التهمه ثابته عليه، لا التهمه لم تثبت بعد، ولكن دي اجراءات تحقيق. بعد ما تستوفى اجراءات التحقيق ولو ما خرجش بكفاله هيتحدد له جلسه لمحاكمته ويحال الى القاضي اللي هينظر القضيه عشان يدي عليه حكم او يطلعه براءه حسب ظروف القضيه وحسب الاوراق اللي قدامه وحسب موقف ابنك في القضيه. طيب معانا عبد الخالق، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. وطي التلفزيون شويه يا عبد الخالق. علي مكن، اتفضل. الو، معاك يا استاذ، اتفضل. واحد باع لي مكنه فيسبا، يعني واحد باع مكنه، اه عقد ابتدائي كده. كويس. فلغايه دلوقتي عمال يحاورني، يعني يقول لي طب بس يومين تاني، اليوم اللي جايين. بيحاورك في ايه؟ بيحاورك في ايه بس؟ طب بيحاورك في ايه؟ مش عارف اسجل، يعني مش عارف. التسجيل يعني. نعم. طيب حاضر هرد عليك. ايهاب معانا، اتفضل يا ايهاب. طب يعاود الاتصال بينا مره تانية. بص يا اخ عبد الخالق، انت بتقول اشتريت مكنه يعني وعملت بيع ابتدائي مع من باع لك هذا الموتوسيكل، ولكن بيراوغك في عمليه نقل الملكيه او التسجيل، مش عايز يروح مشار العقاري او مش عايز يعمل لك توكيل، لان الحاله دي بيعمل توكيل البيع لنفسه والغير ليك منه، والتوكيل ده انت بتروح تسجل، لكن هو بيراوغك مش عايز يعمل لك التوكيل. الحل الوحيد لو فرض استنفذت كل الطرق معاه وما عملكش التوكيل بيع لنفسه الغير اللي هو بيديك الحق تاخد هذا التوكيل وتروح تسجل وتنقل الملكيه باسمك، يبقى ترفع عليه دعوى صحه ونفاذ عقد بيع السياره اللي انا كنت لسه بتكلم في دعوى صحه ونفاذ. معنا عيد، اتفضل. ايوه يا فندم. ايوه عيد، اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه عيد، السلام عليكم. عليكم السلام، وطي التلفزيون يا عيد. ماشي. لو سمحت انا بس شغال في شركة. ايوه. شغال في شركة. ايوه. ومتأمن عليا يعني. الو. طيب، حاول تتصل بينا مرة تانية. نرجع لكلامنا عن الأحكام الغيابية، موضوع الحلقة النهاردة. طيب ناخد أم محمد معانا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت ممكن أقول لحضرتك على حاجة؟ اتفضلي يا فندم. أنا طبعاً ابني ميت من 10 سنين وكنت واخدة له شقة إيجار. أيوة. وبعد ما خدت له الشقة الإيجار طبعاً إحنا دافعين له نص حقها، وعشان كان شغلته على قد وموضبينها له. مشطبينها له. أيوة. وبعدين إيه؟ توفى. توفى. زوجته طبعاً قلنا لها تعالوا اقعدي معانا، ما رضيتش. فهي طبعاً بعد ما اتجوزت سابت الشقة بتاعتها هي وإخواتها البنات لصاحب الإيجار، وخدوا فلوس، أصبح ما عندهمش الشقة يعني وكده. يعني هي دوش. سابت الشقة بتاعت ابنك؟ لا، شقتها اللي بتاعت والدها ووالدتها. بعد ما توفوا سابوها لصاحب الملك. تمام. خدوا فلوس وصرفوها خلاص. وقعدت في الشقه اللي كانت مع ابنك دي. احنا اللي قعدناها بعد ابني ما توفى. كويس. بعد ما توفى. بعد ما توفى. هي كانت قاعده فيها معاه طبعا، وبعديها سيبناها فيها. تمام. بس هي مش مخلفه. نعم، تمام. فدلوقتي عدى على وفاه ابني 10 سنين. وقلنا ايه؟ بعد ما تتجوز، لو اتجوزت مش هنسمح لحد تاني ان هو يدخل شقه ابننا. يعني هي بعد وفاه ابنك قاعده بقالها 10 سنين في الشقه. بالظبط، وهي هتدفع الايجار. تمام. فقلنا بعد كده لو اتزوجت هناخد ايه؟ هناخد منها الشقه. ايوه. فطبعا هي مش راضيه تتجوز، او في ناس قالوا لنا ممكن تكون اتجوزت عرف عشان ما يتقطعش المعاش وعشان تستنيها قاعده في الشقه. ايوه. فاحنا قلنا خلاص نسيبها لها يعني كده، بس لو اتجوزت هناخدها. طب الاتفاق اتفاق معاها على انها لو اتجوزت هتاخدوا الشقه؟ قلنا لها لو اتجوزت هناخدها. ده اتفاق ودي بينكم وبين بعضيكم يعني؟ تمام، ماشي. وطبعا هي باسم ابني واللي عقد الايجار معانا،
قلنا لصاحب البيت لو اتجوزت الشقه من حقنا، قال خلاص. فاحنا من 10 سنين رحنا لها سنه واثنين وثلاثه، فزوجي طبعا من كتر بيروح وبيدخل الشقه وبيتعب عشان ما بيشوف ابنه مش موجود فيها. أي. فقطعنا ايه المروح، فقلنا لها بتصلي بينا ما بتتصلش، وكل ما ناخد منها رقم التليفون عشان نعرف اخبارها تقوم غير رقم التليفون عشان نعرفش عنها حاجه. دلوقتي بنتي جوزها توفى وسايب لها طفلتين، وقاعده هي في شقه ايجار، فصاحبة البيت اللي هي قاعدة فيه توفت، مفيش في البيت غير ابن الست اللي توفت دي. طبعا انسان مش كويس وبيشرب وبيجيب شباب، وطبعا بنتي خايفة تقعد في البيت لوحدها، فبتدور على شقة مدة وهي مش معاها تدفع المدة. ينفع ان احنا ناخد الشقة من مرات ابننا المتوفي واديها لها حتى لو كانت مرات ابني دي هي اللي تدفع الإيجار؟ طيب بنتك اللي جوزها توفى وقاعدة في الشقة دي، انت بتقولي اللي كان مأجر لجوز بنتك توفى هو كمان، وابنه انت بتقولي سلوكه مش مظبوط. تمام؟ صح؟ ايوه. بتسالي بقى على ايه في الجزئيه دي بقى، انك تبدلي ان بنتي دي اخد الشقه من مرات ابني، طبعا بنتي واولاد بناتها اولى بدل ما يترموا في الشارع. حتى لو كانت مرات ابني هي اللي تدفع الايجار بتاع الشقه من 10 سنين، ينفع ان احنا ناخدها مع ان عاد الايجار معانا؟ طيب خليك انت معايا على الهوا كده، انا هجاوبك، انا فهمت القصه. وكمان لو غيرت عقد الايجار ينفع ان هي تغير عقد الايجار من غير ما تقول لنا؟ تمام تمام حاضر. وساعتها نعمل ايه؟ حاضر. بص، بالنسبه لابنك اللي مات وزوجته بقى لها 10 سنين قاعده في الشقه، ده كده هي ممتد ليها عقد الايجار بقوه القانون. لان لو العشر سنين دول لو هي ملاش حق في الشقه كان زمان المالك طردها او رفع عليها طرد، حتى لو اتفقتوا معاها وديا انها تقعد في الشقه، هي ممتد لها عقد الايجار لان هي من لهم الحق في الامتداد عقد الايجار بعد وفاه المستاجر الاصل، والمستاجر الاصل هنا ابنك اللي توفى من 10 سنين وهي قعدت معاه. الا اذا اثبتوا، وده طبعا صعب بعد فوات العشر سنين، ان هذه السيده اللي هي زوجة ابنك ما كانتش مقيمة معاه وهو عايش، ما كانتش مقيمة معاه، انت بتقولي جبتوها بعد ما مات وقعدتوها في الشقة. طب قعدت 10 سنين في الشقة، يبقى بالتالي وبتدفع الإيجار، يبقى امتد لها عقد الإيجار بقوة القانون ومحدش هيعرف يطلعها. بالنسبة لبنتك اللي زوجها توفى وقاعدة برضو هي نفس الوضع بالنسبة للقانون هنا، ممتد عقد الإيجار لبنتك بعد وفاة زوجها، ما ينفعش بقى تعمله بدل بين الشقتين، دي حاجة ودية. وإن كان هناك أنت بتقولي ممكن تكون غيرت عقد الإيجار مع المالك دون أن تعلمه، دي برضو هي وشأنها. وإن كان لو غيرت عقد الإيجار مع المالك هيطلب منها تحديد أجرة جديدة وأكيد هتكون أعلى، رغم أن الامتداد في حقها ثابت، يعني هي ممتد لها عقد الإيجار بقوة القانون بعد وفاة ابنك المستأجر الأصلي من غير حاجة أنها تروح تقول للمالك نغير عقد الإيجار. ما اعتقدش ان عقد الايجار اتغير، فبالتالي هي ممتد لها عقد الايجار بعد وفاه ابنك، وبالنسبه لبنتك برضو ممتد عقد الايجار بعد وفاه زوجها. اما سلوكيات المالك الثاني اللي هو ابن الراجل اللي كان مأجر لزوج بنتك، دي طبعا هي ما تحاولش انها تحتك بيه، وممكن لو ما بياخدش منها ايجار او بينازعها او الكلام ده كله تعمل له انذار بعرض الاجره في المحكمة وتودع له الإيجار، لأنه هو يعتبر المالك دلوقتي أو المؤجر دلوقتي بعد وفاة أبوه اللي كان مأجر لزوج بنتك. نرجع. طيب معنا اتصالات تانية. عليكم السلام. ألو. أيوة مين معي؟ رضا عبد العظيم. أهلا بيك، اتفضل. ازيك يا أستاذنا؟ اتفضل يا حبيبي. بقول لحضرتك أنا شارع عربية، شارع عربية واحد مغطيني فيها تاجر، ماشي، والتاجر دوت انا خلصت بفلوسه وبقيله 1000 جنيه. تاني معلش، انت بتقول انت شارع عربية والتاجر ماله؟ التاجر مغطيني بفلوس. مغطيك يعني ايه مغطيك بفلوس؟ مغطيني بفلوس. يعني ايه مغطيك بفلوس؟ يعني دافع لي مثلا مبلغ من العربية. دافع لي مبلغ من العربية. ده جزء يعني. تمام. ومسجل العربية باسمه. ومسجل العربية باسمه. أنا دلوقتي خلصت بالفلوس. خلصت بالفلوس. وعاوز ياخد حق التسجيل عشان يسجل لي بقى العربية باسم أنا. عاوز ياخد 10,000 جنيه تسجيل. أيوه، يعني أنت اديته حق العربية ومش عايز يسجل لك. وبيقول لك ادفع رسوم التسجيل.
عاوز ياخد 10000 جنيه تسجيل. تمام. عاوز يدفع لي 10000 جنيه. طب في عقد بينك وبينه؟ وطي التلفزيون شويه عشان الصوت بس. وطي التلفزيون عندك شويه. تسجل باسمه. في عقد بيع سياره بينك وبينه ولا لازالت هي باسمه؟ لا هو لما بيجي لما انا باجي اشتغل عربيه بتسجل باسمه هو. يعني انت كنت بتدي له فلوس؟ لما باجي اشتغل عربيه بتسجل باسمه هو. ازاي؟ انت مش بتسجل بيالات ماشي ووصولات امانه. انا فهمت، عشان العربيه بيع بالاجل فبيحتفظ العربيه باسمه، تفضل باسمه لغايه ما تسدد له ثمنها، بعد كده ينقل لك الملكيه. بالظبط كده. هو رافض بقى ينقل الملكيه. هو مش رافض، هو عاوز نفسه 10000 جنيه تسجيل. طب 10000 جنيه ليه؟ تمام. انا عرفت التسجيل ب 1200 جنيه، عرفت 10000 جنيه ليه؟ ايوه. هو بياخد دلوقتي يعني لو دفع لي 50 ماشي؟ أي. بياخدهم مثلا 60 او 70 او 80 حسب الاتفاق. طيب. عاوز يحط لي بقى في التسجيل 10000 جنيه، طب ليه؟ طيب بص اقول لحضرتك حاجه وانت معايا على الهوا كده. انت دلوقتي هو دفعت له ثمن العربيه كاملا بالضبط. وخدت الكمبيالات بتاعتك صح؟ بالظبط. ومعاك الكمبيالات بالظبط. هو جه دلوقتي بيقول لك لا انا مش هسجل لك غير لما تدفع رسوم التسجيل 10000 جنيه. تمام. في شهود على هذا الكلام، على هذا الواقعه؟ في شهود طبعا على عمليه البيع الشفويه دي. ما انت ما كتبتش عقود بيع. ايوه في شهود طبعا، في شهود. طيب انت ما عليك الا انك تروح تعمل محضر بالكمبيالات وتذكر فيه القصه زي ما قلتها لي، وتاخد الشهود اللي معاك بعمليه البيع وترفع دعوه عليه. ما هو ما فيش قدامك غير كده، لان انت لا معاك عقد بيع سياره ولا توكيل بيع لنفسي ولغير ولا اي حاجه. فالاجراء القانوني اللي انت تعمله ان انت الكمبيالات بتاعتك دي تروح وتحكي القصه دي في محضر شرطه، وتكون معاك اتنين شهود ياكدوا كلامك وياكدوا ان كان في عمليه بيع ولكن ما اتحررتش ورق، وان دي كمبيالات بتاعت الاقساط، وانك سددت كامل الثمن وتحكي الحدوته كلها. والمحضر ده بكل ما فيه بالشهود تاخده سند في ظرف دعوه مدنيه عليه. ما انت هتعمل ايه؟ ما فيش قدامك غير كده، لانك لو كان معاك عقد بيع سياره، لو كان معاك عقد بيع سياره كنت ممكن زي ما انا قلت برضه لمتصل زميل ليك قلت لك روح ارفع دعوه صحه وانا فاز على عقد بيع السياره عشان تاخد صحة التوقيع على عقد بيع السيارة، وأنا فاز البيع بتاع السيارة وبالتالي بعقدك سليم وتنتقل الملكية وتروح تنقل الملكية بعد كده بحكم الصحة وأنا فاز. لكن أنت معكش أي أوراق تؤكد أنك فعلا اشتريت من هذا الرجل، اتفقت معاه شفويا على عملية البيع لكن ما أبرمتش عقود سيارة بيع سيارة. نرجع لمرجوعنا وألا وهو موضوع حلقتنا، الأحكام الغيابية. ربما الحكم الغيابي يصدر في دعوة مدنية. يعني ايه دعوه مدنيه؟ يعني دعوه ما فيهاش حبس بالبلدي كده. طيب ماشي، ناخد محمد. اتفضل يا محمد. ايوه عامل ايه يا بيه؟ اهلا بيك يا محمد، اتفضل يا حبيبي. عامل ايه يا بيه؟ الحمد لله يا حبيبي. منور الشاشه والله. الله يحفظك. دلوقتي سيادتك انا مراتي، سيادتك دلوقتي مراتي ايوه رفعت عليها قضيه خلها. رفعت عليها قضية خلع يا استاذ، وخدت ابني عنده 5 سنين وراحت اتجوزت في مصر ابن عمها. ايوه. بعد ما خلعت نفسيها. يعني خدت حكم خلع خلاص. خلع يا استاذ. تمام. خدت حكم يعني. وراحت اتجوزت وخدت ابني بقى له 4 سنين ما بشوفوش. ايوه. وانت عايز تشوف ابنك. جت من اسبوع من القاهره. ايوه يا استاذ. ايوه. اتصلت بينا، ابويا راح شاف ابني كل ما تيجي عايزه 500 عايزه 1000 ومش عايزه تيجي، بتقول مش هينزل المنطقه عندك. وما بتشوفش الولد خالص؟ ما شفتوش والله العظيم يا زلمه الامانه، بقالي 8 اشهر. وبتدفع نفقته ولا لا؟ في بنك ناصر. بتقول لي عايز تاخد ابنك. عايز تاخد ابنك تديني 20000. طيب حاضر حاضر، فهمتك انت عايز تقول ايه وعارف هي ممكن تكون بتقول لك ايه. حاضر حاضر ارد عليك. بص، هي تحصلت على حكم خلع وتبقى القانون الخلع هو تطليق او طلاق خلعا بالنسبه للسيده اللي فيها، بتلجا السيده او الزوجه لدعوى الخلع وبتطلب انها تطلق خلعا مقابل ان تتنازل عن كافه حقوقها الماليه الشرعيه.
يعني بتتنازل عن مؤخر صداقها، بتتنازل عن نفقه عدتها ونفقه متعتها ونفقتها كزوجه طول ما هي على ذمه زوجها مقابل تنازل عن كل حقوقها الماليه، دي بتحصل على الخلع، وهي حصلت على الخلع. النقطه الثانيه، ابنك اللي عنده 5 سنين انت ما بتشوفوش، القانون اداك الحق انك ترفع دعوه رؤيه صغير، ترفعها في محكمه الاسره، تتوجه لمحكمه الاسره او قانوني او استاذ محامي بتوكله بيعمل لك دعوه رؤيه صغير، وبيطلب من المحكمة أن تستصدر لك حكم أنك تشوف ابنك يوم في الأسبوع في أحد النوادي أو مراكز الشباب القريبة من سكنه، وده من حقك يوم في الأسبوع تروح تشوف ابنك تبقى القانون. لو خدت حكم رؤية لابنك وهي ما نفذتوش، طبعا أنت أثناء تنفيذ حكم الرؤية أنت بتروح في الميعاد اللي حددته المحكمة في الحكم وتروح، لو هي ما جاتش في أخصائي اجتماعي هناك بيشوف مدى تنفيذ حكم الرؤية وحكم الرؤية هي ملتزمة بيه ولا لأ، مرة واثنين وثلاثة إثبات حالة إنها ما بتشوفش الواد، ساعتها ممكن ترفع عليها جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي، لأن حكم الرؤية ده حكم قضائي من المحكمة، وساعتها يبقى فيها حبس ليها إن امتنعت عنها تنفذ حكم الرؤية وتمكنك من رؤية ابنك، لأن من حقك تشوف ابنك. أما فيما يتعلق بالنفقة، عشان برضو السؤال بتاعك ده شامل كذا موضوع، أنا فهمت كده طالما قلت بنك ناصر يبقى أنت بتمتهن مهنة حرة، يعني مش موظف حكومة، يعني مالكش جهة عمل بتاخد منها مرتب شهري، وبالتالي هي تحصلت بالفعل على حكم بنفقة للصغير أيا كان هذا الحكم، فهي في حالة لما يكون الزوج عمل حر أو مهنة خاصة أو مهنة مش موظف حكومة، هي بتاخد الزوجة لما بترفع دعوة نفقة هذا الحكم وتتوجه به لبنك ناصر عشان تنفذه. بنك ناصر هنا بيطلب منها أوراق معينة هي بتوفيها، وبعد كده بيصرف لها البنك، إذا ما كانش النفقة كلها بيبقى جزء كبير من النفقة المحكوم بها، فهي كده يعتبر خدت عليك حكم نفقة وبتنفذه من بنك ناصر. طيب معانا وليد، اتفضل يا وليد. أيوة أنا زوجته. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم. الدكتور معايا؟ اتفضلي يا فندم أموري. كان في كنت اخذت مسكن تبع المحافظه. مسكن خدت مسكن تبع المحافظه؟ في 15 مايو كويس. وبعدين النصيب ان انا كتبته اول ما خدته كتبته باسم جوز اختي. كتبت ايه اللي كتبته؟ بعد ما بنيته هو سمع وما رضيش ينقل لي الملكيه، لان هو كان تبع البطاقه بتاعته كان تبع القاهره، انما انا طلعت كانت الجيزه. ايوه كنت انا عايزاه، ولما سالته قبل ما ابني قلت له يعني انت عايزه، راح قايل لي لا، قلت له طب خلاص. فبعد ما بنيته طمع فيهم ما رضيش يكتبوا لي بقى نقل. انت كتبتي الاول مش عارفه اعمل معاه ايه بصراحه. طيب بص بقول لحضرتك ايه، خليكي معايا عشان تسلسل الموضوع. انت رحت قدمتي على شقه من المحافظه في مدينه 15 لا مايو؟ مدفن مدفن في 15 مايو. مدفن طبعا محافظه القاهره. محافظه طب محافظه القاهره في مدينه 15 مايو. وقدمت باسم مين بقى؟ هو بطاقته كانت جوز اختي. جوز اختك. هو بطاقته كانت على القاهره، انما انا بطاقتي كانت على الجيزه، هم كانوا طالبين في القاهره، يعني الناس اللي طالبينها تبع محافظه القاهره. فهمت. فراح قايل انا مش عايزه، وبعد ما خدته وخلصت كل ورقه وبنيته رفض انه ينقل لي الملكيه ليا. ايوه هو دلوقتي اصبح باسمه، لكن انا اللي بنياه ومخلصه كله قدام اللي بنياه كمهندس وقدام ناس كتير شهد على الكلام ده، بس انا ما فيش في ايديا اي ورقه، فمش عارفه اخده منه خالص. طيب بقى. المدفن ده لا زال عليه اقساط للمحافظه ولا الدفع كامل الثمن بتاعه؟ مفيش اي حاجه، كله مخلطان. طيب ماشي حاضر. بص هو بصراحه يعني موقفك القانوني مش قوي، لان طبعا انت هنا قدمت على المدفن، وده بيحصل كتير قوي في التقديم على الشقق السكنيه من المحافظات او في مشاريع الاسكان الاجتماعي، ان حد طبعا لا تنطبق عليه الشروط فبيجيب حد من اقاربه او الناس اللي تثق فيها ويخليه يقدم باسمه، وهو نفسه اللي بيدفع الاقساط او بيدفع المقدمات وكل حاجه. فطبعا هو كده يعتبر يعني خد حقك، ان كنت انت اللي دفعت الفلوس كلها، ولكن عشان المدفن اتحجز من البدايه باسمه ولما رس عليه المدفن هو كده يعتبر خد حقك. انت السبيل الوحيد ليكي دلوقتي زي ما قلت لاخ برضه متصل سابق، محضر شرطه اثبات حاله بالحدوته دي،
بالموضوع اللي انت قلته لي ده، وتقدمي ما لديك من مستندات إن كان لديك مستندات، وكمان مع المستندات يدعم بشهادة شهود إن كانوا يعلموا شيء عن هذا الموضوع ويعلموا إن انت اللي اديتيله فلوس هذا المدفع. لأن نفوس الناس فعلا بتتغير بعد ما احجز باسم حد قريب ليه موضع ثقة، بعد ما بيرسى عليه الحجز وبياخد المدفن أو بياخد الشقة أو بياخد الأرض من المحافظة بيطمع فيها. دي نفس بشرية، مفيش دلوقتي للأسف الشديد أوراق بينك وبينه تثبت إن أنت اللي دفعتيه. فإن كنت أنت اللي دفعتي فلوس المدفن دي كاملة، وكنت أنت دفعتي المقدم ودفعتي كل المستحق اللي عليها، فحاولي إن أنت تصطنعي مستندات من خلالها تثبتي حقك وتثبتي الحدوتة اللي أنت بتقوليها دي. توجهي لقسم الشرطة واعملي محضر، وخدي معاكي شهود وخدي معاكي مستندات واعملي محضرك، وتابعي المحضر في النيابة وارفعي دعوة برضه. مفيش قدامك غير كده. وربما في الدعوة دي تقدر تثبتي من خلالها حقك وانك فعلا اللي دفعتي له الفلوس دي كلها. وهل هو طيب لما طمع في هذا المدفن وخده ما عرضش عليك يديك الفلوس اللي انت اديتها له؟ يعني لما انت دفع كل الفلوس، يعني دي برضو نماذج احنا بنشوفها للأسف الشديد بيطمع في ما لا يستحق للأسف الشديد. نرجع لموضوع حلقتنا الأحكام الغيابية. احنا كلمنا قلنا وارد جدا ان يتهم اي شخص في جنحة تشكل جريمة عقوبتها الحبس لا يعلم عنها شيء، ونفاجئ ان هو جي عليه حكم غيابي. السبيل القانوني ان يعمل حاجة اسمها معارضة في هذا الحكم الغيابي. طبعا الحكم الغيابي انا بقول له ما يقلقش، لان ده حكم غيابي، انت لم تتمكن من ابداء دفاعك ولا مثلت امام المحكمة، سواء انت بنفسك او بوكيل عنك محامي يدافع عنك ويثبت موقفك في هذه القضية ايه. فيعتبر الحكم الغيابي سهل جدا يتلغي ان كنت بريء. فأي حكم غيابي يصدر يطعن عليه بالمعارضة، وده إجراء من إجراءات التقاضي في الجنح. أما إذا كان الحكم الغيابي في جناية أو جريمة تشكل جناية، زي جناية المخدرات أو جناية القتل أو جناية التزوير أو التزييف أو السرقات بالإكراه، اللي هي القضايا الكبيرة دي اللي العقوبة فيها كبيرة، لو صدر حكم غيابي عن شخص وهو لا يعلم عنه شيء، وإن كان ده صعب إنه لا يعلم عنه شيء، لأن في الجنايات بالذات النيابة بتحقق فيها كما يجب أن يكون في الجنايات. فإن كان في مثلا جناية متهم فيها 5 6 7 8 9 10 أشخاص، ربما أحد الأشخاص دي هربان ما بيحضرش تحقيقات ولا بيمثل فيها ولا النيابة بتحقق معاه ولا بتاخد أقوال، بعد ما بتنتهي النيابة من التحقيقات وارد جدا النيابة تستبعده من الاتهام وتقول الاتهام مش ثابت في حق، أو لم يثبت ضده أدلة، أو في أدلة بتؤكد أنه هو متهم في هذه القضية وتستبعده. وارد جداً إن ثبت من خلال التحقيق أنه هو فعلاً متورط في هذه الجريمة اللي فيها أكتر من شخص، المحكمة النيابة هنا بتعمل أنها بتحيله للمحاكمة الجنائية مع باقي المتهمين. بتروح القضية بعد كده لمحكمة الجنايات، بتشوف القضية قدام القاضي، في القضية في متهم موجود ومتهم غائب أو هارب أو لم يمثل بالتحقيقات أو ما حضرش قدام النيابة، فبتدي الأحكام حضوري سواء بالبراءة أو الإدانة على اللي تحاكم حضورياً وموجود، وبتدي أحكام غيابي سواء برضو بالبراءة أو الحبس أو السجن للي هو هربان أو اللي هو ما حضرش تحقيقات النيابة. لما بيكون في حكم غيابي في جناية بيعمل حاجة اسمها إعادة إجراءات، يبقى معارضة في الحكم الغيابي في جنحة، وفي الجناية بيعمل حاجة اسمها إعادة إجراءات. ولو تقدم من تلقاء نفسه عشان يعمل إعادة الإجراءات، بيعمل إعادة إجراءاته وبيفضل بره، تتحدد له جلسة جديدة لإعادة محاكمته، والحكم الغيابي ده بيلغى خالص. معنا اتصال. أم أحمد أهلا بيكي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عندي أختي متجوزة من حوالي سنتين. أيوة. معاها بنت صغيرة عندها سنة. آه. دلوقتي يا أستاذ يعني جوزها بص مفيش راحة خالص في البيت، وجوزها قرشها يعني عيلته وأهله قرشوها وكده. جوزها طردها من البيت؟ جوزها قرشها من البيت وأهله وكده. أخذ البنت؟ هو دلوقتي يا أستاذ إن هي دلوقتي أصبحنا هم حاطين في دماغهم إن هم مش عايزين يطلقوا، على أساس إن هم لو هي مثلا طلبت إن هي ملهاش أي حقوق عنده ولا هي ولا بنتها، وإحنا مش هنطلقوا ونروحوا بقى عند البنت وعايزين والكلام ده. وهي دلوقتي مش عارفه تتصرف معاه ازاي، لان الشقه باسم ابوه، وهم حاطين في دماغهم ان الشقه باسم ابوه هي مش حاضنه،
ملهاش اي حقوق على طول، المعامله وحشه خالص وهي مش عارفه تتصرف ازاي والله. طب هي فين دلوقتي؟ في بيت اهلها اختك؟ نعم. اختك دلوقتي فين؟ في بيت اهلها طبعا. ايوه اه تمام. بقاله قد ايه الموضوع ده؟ وقت قد ايه الموضوع دوت؟ بقاله يعني اكتر من شهرين. شهرين وهو ما بيسالش ولا بيحاول يصلح ولا اي حاجه؟ لا لا بالعكس، هو بيخلي المواضيع اسوأ لانه هو يعني بيتصرف تصرفات اسوأ من الاول. طب والطفله معاها ولا معاه؟ البنت. اه معاها. معاها هي؟ ايوه مع امها. تمام تمام. انت بتسالي بقى هي تعمل ايه وايه اللي هيحصل يعني؟ ايوه هو دلوقتي يا استاذ هو حاطط في دماغه ان هي مش ان هو مش عايز يطلق عشان خاطر ما تاخدش حاجه من الشقه. هي عندها قايمه مكتوب فيها حاجات اللي هو جايبها واللي هي جايباها. وفي قايمه؟ هي معاها قايمه، وهو دلوقتي حاطط في دماغه ان هو مثلا هي لو طلبت صلاه او طلبت اي طلاق ولا اي حاجه ان هي ملهاش حقوق عنده، والشقه باسم ابوه، ان هي مش عارفه تتمكن من اي حاجه. طب ما حاولش يتدخل اهل الخير للصلح طالما في طفله؟ نحاول نصلح الاول. لا لا مفيش محاولات. انا هقول لك الاجراءات ايه وتعمل ايه عشان تاخد حقوقها، بس انا بتكلم في طالما في اطفال يبقى نلجا الاول للصلح الاول. والله هو يعني تفاصيل كتير قوي يعني. انتوا خلاص يعني انتوا مصممين على الانفصال على الطلاق؟ اه ايوه. وهو رافض؟ هو رافض بقى، هو حاطط في دماغه اه ان هي هو مش عايز يطلق، ان هي لو اتفاجئت من الحكم والقضاء وكده ان هي ما فيهاش حاجه. الشقه برضو طبعا المفروض ان هي حاضنها، الشقه دي اسم ابوه. مسكن الزوجيه اللي عاشت فيه بقى لها قد ايه؟ عاشت فيه قد ايه؟ عاشت فيه يعني حوالي سنتين. اه اللي هو باسم ابوه يعني. اه حاضر هجاوبك. بص ده يعني المشكلة دي مشكلة أسرية وزائعة الصيت زي ما بيقولوا، أو متكررة وموجودة كتير جدا في مجتمعنا، اللي هو الخلاف الزوجي وبعد كده تروح بيت أهلها وتنشب بينهم الخلافات والقضايا اللي بتوصل لمحكمة الأسرة. القانون حافظ على حقوق الزوجة ونص عليها، وقبل ما يكون حقوقها بموجب القانون هي حقوقها بموجب الشرع. طول ما هي على ذمته هو ملزم بالإنفاق عليها كزوج، فهي من حقها ترفع دعوى نفقة زوجة وكذلك نفقة صغيرة. الطفلة دي هو ملزم بالإنفاق على زوجه على ذمته، وملزم بالإنفاق على بنته إلى أن تتزوج طالما هي غير قادرة على الكسب ولسه دي طفلة عندها سنة. فأول حاجة من حقها ترفع دعوى نفقة. دعوى النفقة دي محكمة الأسرة، وطبعا المحكمة بتؤمر بالتحري عن دخل هذا الزوج وعما إذا كان مهنة حرة دخله قد إيه، ولا موظف حكومة، ولا موظف بياخد مرتب في أي حتة، بيستعلم عن دخله قد إيه عشان تحكم المحكمة بجزء من هذا الدخل لهذه الزوجة وهذه الطفلة. ده قانونا وشرعا قبل ما يكون قانونا، إنفاق الزوج على زوجته طول ما هي على ذمته وحسب قدره ويساره تعمل تحريات على دخله، وبيتم الحكم باستقطاع جزء من دخله لهذه السيدة الزوجة وهذه الطفلة اللي عندها سنة. بالنسبة للشقة، هي شقة الزوجية هنا باسم أبوه ولكنها شقة الزوجية، يعني هي دخلت فيها وتزوجت فيها وأنجبت فيها وعاشت فيها فترة السنتين، وبالتالي هي من حقها تتمكن من مسكن الزوجية طالما على ذمته كزوجة. فأنت من حقك دلوقتي طول ما انت على ذمته كزوجة مسكن الزوجية ده حتى لو باسم ابوه او باسم اخوه او باسم اي حد، فانت من حقك تتمكني من مسكن الزوجية، تتوجهي لقسم الشرطة وتحرري محضر ان هو طردك من مسكن الزوجية من فترة قد كذا ولا يرغب في رجوعك الى مسكن الزوجية. المحضر ده تروحي وراه النيابة ولازم حد يشتغله ويكون استاذ محامي معاكي تثقي فيه عشان يتولى هذا الموضوع، وصولا ان يجيب لك قرار تمكين من المحامي العام، قرار تمكين من مسكن الزوجية. طول ما انت على ذمته من حقك تتمكني من مسكن الزوجية. الكلام ده لو حصل طلاق او انفصال انت مالكيش حق في مسكن الزوجية لانك مش هتعيشي معاه في مسكن الزوجية، انت محرم عليه او انت مطلقة منه. لكن طول ما الزوجية قائمة انت في اجراءات حددها القانون، المحضر اللي بقول لحضرتك عليه والمحضر روح النيابة، وفي اجراءات هتتخذها النيابة هتتأكد وتشوف التحريات وتشوف عما إذا كان كلامك صح ولا لأ، وتسأل الجيران الملاصقين للعين والجيران اللي موجودين إن في خلافات وإنك تركت منزل الزوجية وإن هو منعك، ويسمعوا أقواله في الآخر.
قرار المحامي العام هيمكنك انت وزوجك، مش هيمكنك انت لوحدك، هيمكنك انت وهو من مسكن الزوجية مع منع تعرض كل منكما للآخر. يعني ما ينفعش بقى تمكني انه يهينك او يضربك او يعتدي عليك، ساعتها يسأل قانونا ويقع تحت طائرة القانون ان انت حصلت على قرار تمكين ودخلتي وهو بعد كده ضايقك او تعدى عليك او الكلام ده كله. فانت من حقك تاخدي قرار تمكين من المحامي العام من شقة الزوجية، وهو برضه هيتمكن معاكي ولكن مع تعهد كل منكما بعدم التعرض للآخر. دي حقوقك اللي ممكن تطلبي فيها انت والطفلة بنتك. نتكلم برضو في نقطة أخيرة عن الأحكام الغيابية، ألا وهي الأحكام الغيابية في القضايا المدنية. احنا اتكلمنا الأحكام الغيابية في الجنحة وفي الجناية. في الجنحة في معارضة، بنطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي وبتتداول القضية تاني أمام القاضي، ولينا ان احنا علينا عبء اثبات براءتنا من هذه التهمه اللي احنا اتهمنا فيها وما دافعناش فيها. طبعا انت بتتمكن تاني من المعارضه عشان انت لما صدر الحكم الغيابي عليك ما تمكنتش انك تقول دفاعك او تقدم مذكراتك او تنفي التهمه عنك باي سبيل او تحاول تثبت براءتك، وبالتالي بتعمل معارضه. في اعاده الاجراءات بالنسبه للجنايه، اذا صدر الحكم على احد الاشخاص متورط في جنايه ايا كانت هذه الجنايه، بيعمل اعاده اجراءات. وطبعا إعادة الإجراءات طالما هو تقدم من تلقاء نفسه بطلب لإعادة الإجراءات بيقبل إعادة إجراءاته ويفضل بره، ما يتحبسش لحين تحديد جلسة لمحاكمته، بس لازم حضوره يوم الجلسة في المحاكمة ويسلم نفسه ويتحاكم، وبعد كده يثبت إن كان بريء أو إداء أو مدان حسب ظروف القضية اللي موجودة قدامه. ال 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 الأحكام الغيابية في القضايا المدنية، الأحكام الغيابية في القضايا المدنية زي مثلا حكم صحة توقيع صدر غيابي، تم إعلان المدعي عليه مرة واثنين، حكم صحة ونفاذ صدر غيابي في أول درجة، أي دعوة مدنية فرز وتجنيب تثبيت ملكية، أي دعوة مدنية صدر فيها حكم غيابي. طبعا من تاريخ صدور الحكم بعد ما بنجيب صورة رسمية من الحكم وبنعلن بيه، بنعلن بيه اللي صدر ضده الحكم اللي هو المدعي عليه في الدعوة، ومن تاريخ وصول الإعلان بالصورة الرسمية نعد إحنا 40 يوم اللي هي مواعيد الاستئناف في الدعاوى المدنية، نعد 40 يوم إن هو في خلال 40 يوم اعترض وراح استأنف الحكم حتى يتداول الاستئناف ويقول كل دفاعه فيه، ما اعترضش يبقى أصبح كده الحكم نهائي وطلع الصيغة التنفيذية بتاع هذا الحكم. وقتنا خلص، وأنا يعني ببقى سعيد جدا وأنا معاكم ورغم ضيق الوقت، لكن الحديث في الأمور القانونية متشعب وكثير. نستكمل إن شاء الله بإذن الله الخميس القادم في العاشرة مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.